اختتمت اليوم الدورة الثامنة من الامتحانات الوطنية للصف السادس الابتدائي، حيث سيخضع لأدائها أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية و16 مدرسة خاصة أبدت رغبة في المشاركة في أداء هذه الامتحانات، وذلك بتنظيم وإشراف من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وللحديث حول هذه الامتحانات يسعدنا استضافة الأستاذة وفاء اليعقوبي القائم بأعمال مدير إدارة الامتحانات الوطنية. مرحبا فيك أستاذة وفاء معنا. أهلا وسهلا أختي. بداية مثل ما ذكرنا أستاذة وفاء 12 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية و16 مدرسة خاصة أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الامتحان. صحيح. هذه الأعداد الكبيرة التي شاركت والتي ترغب في المشاركة في هذه الامتحانات، ما الذي يعني لكم ذلك؟ إحنا يعني سنويا نعقد الامتحانات لطلبة جميع طلبة المدارس الحكومية. هذه السنة عملنا الامتحانات الوطنية لطلبة الصف السادس الابتدائي، السنة الماضية كان لطلبة الصف الثالث، فإحنا يعني سنويا نتناوب بين الصفوف. شاركت معنا 98 مدرسة حكومية، بالإضافة إلى مثل ما تفضلتي مشاركة المدارس الخاصة. هاي المدارس الخاصة أبدت رغبتها في المشاركة بصورة اختيارية وتطوعية رغبة منها. طبعا هذه يدل على وعي المدارس الخاصة بأهمية هذه الامتحانات. أيضا أحب أنوه أن الخبرة التراكمية اللي اكتسبها فريق الامتحانات الوطنية، حيث احنا بدينا أول امتحانات وطنية كانت في 2009، وهذه الخبرة التراكمية ساعدت أن احنا نقدر نواجه هذا العدد الكبير من الطلبة وأن احنا نتعامل معه في تنفيذ الامتحانات الوطنية. أستاذة وفاء، كلمينا أكثر عن أهمية هذه الامتحانات الوطنية بالنسبة للطالب وبالنسبة لجودة التعليم في مملكة البحرين. نعم، طبعا تكمن أهمية الامتحانات الوطنية أنها هي صادرة من جهة مستقلة، فهي صادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، فهي جهة مستقلة تختلف عن وزارة التربية والتعليم، تقوم هي بصفتها الاستقلالية تقوم طلبات المدارس الحكومية. هذه الامتحانات هي موحدة لجميع اللي هي الطلبة، تقيس لنا أداء الطلبة وتعطينا مؤشرات عن أداء الطلبة وعن مستوياتهم، فهذه الامتحانات تكشف لنا الجوانب الإيجابية والمهارات اللي امتلكوها الطلبة والجوانب اللي هي بحاجة إلى تطوير لدى الطلبة. طبعا معرفة هذه الجوانب يساعد أن يأخذون أصحاب القرار والمعنيين القرارات اللي بحيث أنه في ضوءها يضعون الخطط ويطورون ويحسنون من التعليم. مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء، يمكن هذه السنة الثامنة التي تقام فيها هذه الامتحانات الوطنية. نعم. على مدى السبع سنوات الماضية، هل كان هنالك بعض الملاحظات وبعض الأشياء اللي لاحظتوها واللي كان بإمكانكم تطويرها من خلال هذه الامتحانات؟ نعم، احنا يعني سنويا بعد ما ننتهي من فترة هذه الامتحانات نرصد، يعني يكون عندنا خطة معينة بحيث ان احنا نرصد كل الملاحظات اللي هي تورد لنا احنا، سواء من اللي هي ملاحظات من المدارس او ملاحظات يعني حتى من المدراء المدارس او حتى من طاقم الفريق العمل في الهيئة في الإدارة نفسها. نرصد هذه كل الملاحظات، نجتمع وبحيث ان احنا ندور على حلول لهذه الامور. دي كلش طبعا فادنا لتطوير الامتحانات الوطنية وحتى لتطوير تنفيذنا وخطط سيرنا في الامتحانات. أستاذة وفاء، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية هي المواد التي أو اللي يقدم الطالب فيها هذه الامتحانات الوطنية. نعم. لماذا هذه المواد بالتحديد دون سواها من المواد الأخرى؟ هذه المواد اللي تفضلت وذكرتيها هذه مواد جدا مهمة لدى الطلبة، ولأنها هي قاعدة تهتم وإحنا قاعدين نقيس الحصيلة اللغوية عند الطالب سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، بالإضافة أن إحنا قاعدين نقيس حصيلة الطالب العلمية المتمثلة في مادة العلوم أو اللي هي الحسابية وحل المشكلات المتمثلة في الرياضيات. هذه المهارات جدا مهمة للطالب، ليس فقط لطالب الصف السادس، بل أن هي يعني تتجاوزها حتى لخريج الثانوية العامة، فهذه مهارات يجب أن يمتلكها الطالب حتى الخريج طلبة الثانوية العامة. فعلا. أستاذة وفاء، كيف تصفين سير الامتحانات؟ ولله الحمد مثل ما تفضلت ان هي يعني اليوم كان اخر يوم للامتحانات، الحمد لله صارت الامتحانات بكل سلاسه وبكل هدوء. طبعا هذه يعني احب انا بعد من هاي المنبر اشكر المدارس المشاركه، كانوا صراحه جدا متعاونين معنا،
كل يوم يستلمون الامتحانات عندنا من مراكز توزيع الامتحانات، يباشرون تنفيذ الامتحانات في مدارسهم وثم ارجاع اللي هي اجابات اللي هي الطلبه. احنا ايضا بعد بدورنا قمنا ان احنا نرسل مشرفين حق اللي هي المدارس كل يوم من ايام اللي هي الامتحانات، طول فتره الامتحانات ناخذ عينه من المدارس ونرسل اليها مشرفين على اساس ان احنا نطمن على سير الامتحانات الوطنيه وعلى تاديتها. هذه اللي هي المتابعه سواء من قبل الهيئه او من قبل حتى اللي هي المدارس المشاركه ادى لنا هي الحمد لله ان هي تساهم في انجاح دورة الامتحانات الوطنية. وكيف هي توقعاتكم وطموحاتكم بالنسبة لمؤشرات الامتحانات لهذا العام؟ والله احنا يعني نطمح ان هي تكون هاي السنة المؤشرات ان هي تكون افضل، نطمح ان يكون اداء الطلبة يكون افضل، خصوصا ان يعني مثل ما تفضلتي بعد هذه الدورات اللي مرت من الامتحانات الوطنية توفر كم هائل من أسئلة الامتحانات السابقة ومن نماذج الإجابة، هذه بدورها موجودة على موقع الهيئة، ممكن يعني كان للطلبة أو أولياء الأمور أو المدارس يستفيدون منها لتدريب اللي هي هذه الطلبة. طبعا التدريب يساهم اللي هو في يعني النتيجة الإيجابية إن شاء الله في أدائهم. أستاذ وفاء، يمكن ذكرتي بأن هنالك نماذج للأسئلة ممكن لأولياء الأمور للطلبة إنهم يستفيدون منها، هل لاحظتي بأن هنالك وعي لدى أولياء الأمور لدى الطلبة بأهمية هذه الامتحانات الوطنية؟ يعني هو في وعي من بعض خلينا نقول الطلبه، من بعض اولياء الامور، في من يهتم بالامتحانات الوطنيه، وكنا هذه لمسناه من ناحيه عندنا احنا الخط السخن، في والله حتى طلبه يتصلون فينا ويسالوننا يعني ان يبون يحصلون على النماذج وين ممكن نحصلهم، فكان لاحظنا ان هي في تفاعل وفي اهتمام. احنا بدورنا بعد احنا نطمح الى مزيد من اللي هي التفاعل، مزيد من الاهتمام بالامتحانات الوطنيه، وانهم يتعاملون معها بطريقه اكثر ايجابيه ودافعيه. يمكن قبل شوي استضافنا الدكتوره جواهر المضحكي واعلنت عن المدونه الالكترونيه، وانا اتوقع الكثير راح يتفاعلون معاكم لابداء ارائهم على الامتحانات الوطنيه من خلال هذه المدونه. صحيح، خصوصا احنا في فتره الحين في فتره هذه الامتحانات. نعم. استاذه وفاء، هل هنالك اي صعوبات واجهتكم من خلال اقامه هذه الامتحانات الوطنيه سواء مع الطلبه، مع اولياء الامور او حتى مع المدارس؟ مثل ما قلت لك يعني الحمد لله انه يعني سير الامتحانات يعني خصوصا لاحظنا ان السنه صارت بكل سلاسه وهدوء، فالحمد لله يعني هذه يعني ترى راجع الى الخبره التراكميه عند حتى احنا فريق العمل لدينا، ناتج ايضا الى تعاون اللي هي المدارس، ايضا الى الخطط، احنا دائما يكون عندنا خطه تجهيزيه للامتحانات نبتديها بفتره طويله، هذا الاستعداد ولله الحمد ساعد ان هي الامتحانات مرت بهدوء وما في يعني صعوبات ان هي تذكر، ممكن ملاحظات معينه بس من خلال الخبره استطعنا ان احنا نتفاداها. دائما في مملكه البحرين نسعى الى تطوير مخرجات التعليم والتدريب في جميع المؤسسات التعليميه، ويمكن الامتحانات الوطنيه احدى هذه العوامل، ما هي برايك ما هي العوامل الاخرى التي يمكن من خلالها تطوير التعليم في المملكه؟ نعم، التعليم عمليه واسعه، عمليه تكامليه، طبعا هي ما بتكون مقتصره فقط على عمليه اللي هي التقويم اللي تم اللي هي في نهايه السنه الدراسيه، وانما هي تتكامل ايضا مع اللي هي طرق التدريس، اذا كانت طرق التدريس طبعا هي مشوقه تجذب الطالب، هذه ايضا بيكون لها دور في تطوير العمليه التعليميه، كما ايضا ما ننسى عن دور المنهج، المنهج جدا له دور مهم انه هو بحيث انه هو يواكب اللي هو يعني العصر ومتطلبات العصر، وفي نفس الوقت انه هو يعني يواكب التحدي اللي عند الطلبه، واللي يعني احنا الطلبه غير يعني يحتاجون من يتحداهم حتى اللي هي من ناحيه التعليميه على اساس انه هي طبعا هذه يرفع من مستواهم. وهل ترين في الامتحانات الوطنيه تحدي بالنسبه للطالب؟ هو نعم، يعني احنا امتحاناتنا هي صممت بحيث ان هي لا تقيس فقط المعارف السطحيه، لا، بحيث ان هي تقيس مهارات اعلى، مهارات مستواها اعلى، تعتمد على التحليل، تعتمد على التركيب، تعتمد على التطبيق، تعتمد على استنباط المعلومات نفسها، فهذه هي نوع من المحك والتحدي، وهذا اللي هو يميز الطلبه. لكن اذا كانت الاسئله نمطيه، اسئله كلها معرفيه، هذه ما بيميز بين مستويات الطلبه المختلفه، فاحنا فيها تحدي، بس هذا التحدي طالما ان شاء الله قادرين على انهم يتجاوزونه ان شاء الله. ومن خلال 8 سنوات قمتم باجراء الامتحانات الوطنيه على جميع المستويات، شلون شفتي وعي الطلبه في مملكه البحرين؟
والله الوعي مثل ما يعني قلت لك في اهواء اتصالات احنا نتلقى فيها، في قنوات اللي هي من ناحيه ايضا تواصلنا مع المدارس، ايضا من ناحيه حتى احنا كنا يعني نعقد نوع جلسات حتى لاولياء الامور، لان بدورهم هم ينقلون هذه الوعي مالهم للطلبه. ففي وعي لك ومشكورين في بعضهم على يعني تفاعلهم معنا مع الامتحانات الوطنيه، واحنا نامل الى مزيد من الاهتمام والوعي ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. دكتوره او استاذه وفاء اليعقوبي، كلمه اخيره حبيتي توجهينها؟ والله اخيرا احب ان انا اوجه كل الشكر والتقدير لهيئتنا، الهيئه الوطنيه للمؤهلات وضمان جوده التعليم والتدريب، على الدعم اللي تقدم لنا يعني طول هذه الفتره، وعلى رئاستهم الدكتوره جواهر المضحكي الرئيسه التنفيذيه للهيئه. ايضا احب اشكر الموظفين الاداره اللي كان لهم دور كبير في انجاح هذه الدوره ودوره الامتحانات الوطنيه، كما ايضا الشكر يعني موصول الى وزاره التربيه والتعليم والى المدارس المشاركه، واتمنى كل التوفيق والنجاح لطلبتنا. وانا بدوري طبعا اشكركم على جهودكم اللي تبذلونها واللي لا يختلف عليها اثنين واللي يشار لها بالبنان في تطوير التعليم والتدريب في مملكه البحرين. كانت معنا الاستاذه وفاء اليعقوبي القائمه باعمال مدير اداره الامتحانات الوطنيه، كل الشكر والتقدير على وجودك معنا. شكرا لكم استضافتكم. مشاهدينا وصلنا لنهايه وقفاتنا لهذا اليوم، لكم من بدور عدنان ومن طاقم الفريق أجمل تحية، إلى اللقاء.